مرحبا بكم. بعد شوية نحكيوا على آخر أخبار الترجي التونسي في الجزائر وشنو صار في الشامبيونز ليغ الأوروبية، ترحل السيتي والبايرن والإنتر وبنفيكا. لكن البداية مع التنس، مع أنس جابر اللي تأهلت ربع نهائي بطولة شتوتغارت بعد فوزها اليوم على اللاتفية إليانا أوستابينكو بزوز مجموعات لمجموعة تفاصيل 6-1 ليوليانا، من بعد تمكنت يلينا من بعد تمكن أنس جابر الفوز 7-5 بالمجموعة الثانية، والثالثة 6-3 لأنس جابر بعد مباراة مشوقة. في الشامبيونز ليغ الإفريقية الترجي يستعد في الجزائر، تحاول اليوم للعاصمة الجزائر مواجهة نبت الجمعة ضد شبيبة القبائل. آخر الأخبار نتاع الترجي مباشرة من عند مبعوثنا للجزائر أحمد عادل. أحمد مرحبا بك. مرحبا بك فهم، مرحبا بكل مستمعينا في موزيك فهم. حاليا يغادر الترجي التونسي نزل الإقامة نتاعه في اتجاه ملعب باش يعمل فيه حصة التمارين، تنطلق 10:30 متاع الليل بمشاركة كل اللاعبين. بالطبيعة ملعب هو ملعب ماهوش الملعب متاع المباراة، وإنما ملعب آخر اللي هو ملعب الرويبي، موجود مش بعيد برشا على رويبة بليتو، مش بعيد برشا على نزل الإقامة متاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي كنا حكينا على غياب غيلان شعليلي وبالطبيعة غياب شراء، ولكن الغياب الثالث في الترجي التونسي هو غياب أنيس البدري اللي واصل غيابه المباراة الثالثة لاختيارات فنية. يبدو كونه ثم اختيارات فنية خليت كونه أنيس البدري لا يقنع في المباريات الأخيرة المدرب نبيل معلول. والإطار الفني اليوم كنا حاضرين في استقبال الترجي التونسي وكان حكي على مدى جاهزية الترجي للخوض المباراة هذه، خاصة بعد عثرة الأولمبي بيجي. نسمع تصريح نادر داود لمزيكا فيه. احنا جاهزين بإذن الله على أتم استعداد إن شاء الله. تعرف تو تغيرت الامور، هذه ولات ادوار اقصائيه، ما عادش دوري المجموعات، كل شيء يتغير فيهم. التفكير نتاع الاطار الفني كيفاش تتعامل مع المقابل ذهاب واياب مختلفه على ادوار المجموعات. الحمد لله ان شاء الله نكونوا حاضرين، جهزنا تقريبا كل السيناريوهات الممكن. ان شاء الله ارضيه الملعب تكون احسن من المره الماضيه اللي لعبنا مع بلوزداد، وباذن الله ان شاء الله نروحوا بنتيجه ايجابيه. عقدين العزم احنا نروحوا بانتصار ان شاء الله باذن الله باش نساعدوا المأمورية في مقابله الاياب، وان شاء الله باذن الله نقدموا مقابله تليق بسمعتنا وبسمعه الفريق ويكون انتصار حليفنا. نادر داود المدرب المساعد في الترجي، ان شاء الله بالتوفيق للترجي في مهمه. ما الترجي المطالب كونه كما قال نادر انه يجيب الانتصار يسجل باش يسهل المهمه في لقاء الاياب في تونس. احمد شنو نجم نحكيوا على برنامج الترجي قبل ضربه البدايه لمباراه نهار الجمعه؟ كما قلنا ثم حصة تدريبية اليوم تبدأ 10:30 متاع الليل، ثم غدوة ثم الندوة الصحفية للترجي الرياضي التونسي وشباب القبائل. مبدئيا باش تكون 11 للحصة الأولى الكونفرنس بريس الأولى والكونفرنس بريس الثانية 11:30، مازال ما جاناش بروجرام من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في المقابل زاد ثم حصة تدريبية أخيرة غدوة في ملعب المباراة، لنذكروا كونه توقيتها تغير فهمي كما قلت أنت بكري في نشرة 6 اللي هو ولا 10 متاع الليل بعد ما كان 8 متاع الليل. والتذاكر بدأت تتباع أسعارها حقيقة مقبولة برشا لأنها بارابور الأسعار اللي عندنا، ولا حتى إني بودفيل هي تقريبا 2 أورو تقريبا. بالضبط. شكرا لك أحمد عدالة مبعوثنا لرحلة الترجي في الجزائر. مكتب الرابطة قرر تأجيل البت في ملف الإثارة المقدم من طرف اتحاد بنغردين ضد النادي الصفاقسي. اتحاد بنغردين في الإثارة متاعه واعتبر النادي الصفاقسي شارك 5 ملاعبية أجانب في نفس الوقت على أرضية الميدان في المباراة الأخيرة اللي كانت بين اتحاد بنغردين ونادي CSS. من جهة أخرى تمت معاقبة نادر داود المدرب المساعد في الترجي بزوز مقابلات وأختية 5 ملايين بسبب دخوله أرضية الميدان دون إذن الحكم في مباراة الأولمبي البيجي. أيضا معاقبة النجم الساحلي والنادي الإفريقي بأختية 5 Assembly. في الشامبيونز ليغ الاوروبيه قولوا ليله دون مفاجات كما كان متوقع، المرور للمانشستر سيتي وايضا مرور انتر للدور نصف النهائي. بالنسبه اللي قال القمه اللي تلعب في الاليانز ارينا، السيتي والبايرن تعادلوا 1-1. مانشستر سيتي كانت تفتح النتيجه عن طريق هالاند في الدقيقه 57 وكانت مهمه صعيبه شبه مستحيل على البايرن، وخاصه بعد البونتو نتاع هالاند في الدقيقه 57. كيميش ممكن هدف ما عندوش معنى كبير برشا جاء في الدقيقه 83
89 توفى المباراة بالتعادل 1-1 نتيجة تقسي على بكري شوية الباير لأنه كان يمني نفسه أن يوصل للنهائي ويلعب على اللقب دونك يغادر بعد هزيمة الذهاب 3-0. بالنسبة للإنتر اللي كان فاز في الذهاب 2-0 على بنفيكا في البرتغال اليوم كان تعادل 3-3 أيضا زاد المباراة كان فيها برشا تشويق فريق إنتر افتتح النتيجة من بعد فريق بنفيكا عدل 1-1 عاود ياخذ أسبقية الإنتر 2-1 3-1 للإنتر من بعد يرجع بنفيكا يعادل 3-2 و3-3 بونتو الثالث جاي في الدقيقة 90 زاد 5 في النصف النهائي الريال باش يلعب ضد مانشستر سيتي الإنتر باش يواجه الميلان في ديربي ميلانو تحت الوان التشامبيونز ليغ الأوروبية الذهاب باش يكون 9-10 ماي والإياب 16-17 ماي. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت موزايكا فان.